السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين مع بعض البروجكت وايز 365. من ضمن الحاجات الموجودة فيه اللي هي الاي موديل، ان انت تقدر تشوف الموديل بتاعك اونلاين بحيث ان انت تشاركه مع الناس وتقدر تراجع الموديل بتاعك. تقدر تعمل زوم عليه، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر بحيث ان انت تعرف كل المعلومات اللي انت عايزها او تخفيه زي ما انت عايز. تقدر تحط كومنتات، تقدر ان انت تقول له ان انا عايز اقيس مثلا من هنا لهنا قد ايه، ويبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. هنا الموديل كله، فتقدر تيجي هنا على الموديل وتقول له مثلا انا عايز اخفي جزء معين، مثلا الحاجات الخاصة بالكولوم. وكل ما تعمل سيلكت على حاجة بيبدأ يعمل عليها يجيب لك المعلومات بتاعتها. تقدر تقول له لي الأعمدة معينة، كده أنا خفيت كل الأعمدة. تقدر تخفي بعض الأعمدة وليس كلها. تقدر تعمل سيرش على عنصر معين انت عايز تعرف عنه معلومات. نقدر ناخد سيكشن كابلين مثلا، حيث ان انت تبقى شايف جوه المبنى. ممكن تقول له انا عايز element معين، هو ده اللي هاخد من خلاله السيكشن. كل دي بتساعدني في ان انا اركز على مراجعة جزء معين من العناصر. ممكن تقول له باي رينج، فتحدد مثلا من حتة معينة لحتة معينة، ده السيكشن بتاعي بالشكل دوت، ولسه الأسهم موجودة بحيث ان انت تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هنا سيفل تولز بتشوف البروفايل، تشوف الكروس سيكشن وهكذا. ومن هنا بقى تقدر تقول له انا عايز اعمل روتيت، تقدر تسحب الحاجة بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل فيت فيو وتعمل ويندو بحيث ان انت تشوف جزء معين من العناصر. ممكن تبدأ ترجع في الفيو بتاعك. طبعا ده الجزء ده خاص باللي هو الاي موديل. عندنا ديزاين ريفيو بالشكل دوت، ممكن تقول له نيو، تبدأ مثلا تعمل تقرير بالمراجعة بتاعت الديزاين، في مشكلة معينة ومين المفروض يحلها والتاريخ بتاعها والمايلستون، ولو في أي ملفات تعمل لها لينك معاك. تمام، ديسكريبشن فايل، لينك فايل، وبعد كده تقول له سيف اند اكزيت. وبعد كده تروح للشخص اللي اسمه عمر وهو يبدأ يراجع ويقول لك ابروفد او حلها ازاي او كذا. وهنا دي الايشو اللي اتعملت قبل كده. تمام، ودي deliverables. حتى ال coming وال outcome وال draft كل الحاجات دي تبقى موجودة بالترتيب بتاعها. وانا تقدر تبعت تاسكات لناس معينة تعمل حاجة معينة. مثلا كنت مدي تاسك لواحد اسمه عمر، ممكن نقول له بقى ايه ده، اساين لمين، كوبي لمين، اكسبورت تو بي دي اف، اكسبورت تو فيو اند اكسل. ممكن تيجي هنا تقول له نفس الاعدادات اللي موجودة هنا. تمام، ولو في ناس كتيرة بتقدر تعمل فلتر للحاجات. فبروجكت وايس من ضمن الحاجات اللي بنت اللي بتقدمها لتنظيم المهام والشغل للناس اللي شغالة في مجال الكونستراكشن.